هنبدأ الأول مع حضراتكم كده نشوف أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وبعدها هنبص على أحوال الطقس. هنبدأ من القاهرة تحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية بتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لنص كوبري غمرة. كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان شوية كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش. من المظلات إلى وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة هيلاقي فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. تعالوا كده نروح الجيزة، هنبدأ تحديدا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات دي طبعا بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات وفي كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني. أما شارع فيصل ففي كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. نروح بقى كده لو رحنا لطريق المحور، بالنسبة اللي جاي من أكتوبر هيلاقي كثافات مرورية قبل الدائري بتستمر لغاية منطقة سلم أرض اللواء. بعد كده في سيولة مرورية في شوارع المهندسين ولغاية كوبري 15 مايو. أما المتجه إلى أكتوبر فهيلاقي إن في سيولة مرورية. أكتوبر بقى نفسها طريق الواحات في بعض الكثافات المرورية المتقطعة، انتظمت حركة السيارات قدام القادم من الطريق الدائري وصولا إلى مناطق دريم. ظهرت بعض الكثافات المتحركة القادم من أمام مناطق الفردوس وصولا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي. كمان ظهر بعض التباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولا إلى حدائق الأهرام ووصل الدريم لغاية منطقة الأعمال. نروح الإسكندرية، في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. نكمل جولتنا المرورية مع حضراتكم، هنروح أسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد فيها الطريق سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ودلوقتي بقى خلونا نستعرض كده مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. متوقع درجة الحرارة العظمى النهاردة في القاهرة توصل 35 درجة، وده زي اليومين اللي فاتوا. أقل درجة هتكون في مطروح 30 درجة، أسوان العظمى فيها هتبقى 43. هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.